رجل شخص جيدا الوضع اللي تمر به الجزائر سواء على الجانب الاجتماعي ولا على الاقتصادي ولا على الصناعي ولا الجانب المتعلق بالحس الوطني، وخاصة لما يتعلق الأمر بالانسجام اللي لازم يكون ما بين مؤسسات الجمهورية. لا بد أن نبني اقتصاد ينخرط في الاقتصاد العالمي. احنا إذا حبينا نديروا في اقتصاد باه نتوجهوا إلى العمق الإفريقي، ودايرين الحمد لله كثر خيره عنده النظرة الرئيس وهو المترشح الحر عبد المجيد تبون، دار مناطق نشاطات تجارية ودشنها مع الرئيس الموريتاني وفيها عدة أهداف، مناطق تجارية أيضا، توقيف هذا النزوح، دعم الأشقاء في الساحل. ألا يستحق هذا الرجل الذي يقاوم ويكافح من أجل الشؤون الاجتماعية للمواطنين وما أكثرهم، ومن أجل نيف الجزائريين وإرجاع الجزائر إلى دورها الطبيعي، وهو الذي يقول نحو اقتصاد كبير قوي، دولة صاعدة، ونحاربوا الفساد ونمكنوا أولادنا والدولة من كل التكنولوجيات الحديثة ونستثمروا ثرواتنا داخل الجزائر؟ ألا يستحق به نقويه ونروح ننتخبوا معاه ونعطيه له صوتنا؟ كذلك جمعية علماء المسلمين. إذن أقول لكل الجميع أننا بالمترشح الحر عبد المجيد تبون تكون وراء البلاد هذه، ولكن بتكاتف الجميع وليس بتجريح وليس بالكلام هذا. لازم الإنسان يكون واعي. احنا رانا في بلادنا حدودنا مخطة بدماء شهدائنا، فجيل الثورة صنع تاريخ، وجيل الاستقلال وأحفادهم وأبنائهم سيعطون دروس لمن لا يعرف الشعب الجزائري. اليوم الحمد لله تعالى ومرشحنا الحر يرافع من أجل ترقية عدد من الولايات إلى عدد من الدوائر والولايات المنتدبة إلى ولايات بمراجعة التقسيم الإداري، فنستبشر خير بحول الله تعالى وقوته أن ستكون هذه الولاية في قابل الزمان ولاية كاملة الصلاحيات بحول الله تعالى وقوته.